تشن جماركنا الوطنية حربا لا هوادة فيها على الأدوية والمواد الاستهلاكية المهربة والمنتهية الصلاحية في إطار مجهوداتها الجبارة لمكافحة التهريب والغش بصورة عامة. بخصوص دورها الأمني فإنها تتصدى بحزم وعزم لتهريب المخدرات والأسلحة وكل ما يشكل تهديدا للأمن والسلامة العموميين في تنسيق تام مع الجهات المختصة. وفي مجال البيئة تواصل الجمارك تطبيق النصوص المتعلقة بحظر استيراد بعض المواد الملوثة للبيئة والملوثات العضوية الثابتة التي تنص عليها الاتفاقيات العالمية، وكذا استيراد وتصدير الممنوعات الدولية سواء كانت نباتات أو حيوانات. وفيما يتعلق بالدور الاقتصادي تقوم الجمارك حماية المنتوجات والصناعات الوطنية عن طريق مكافحة التهريب المذكور آنفا من جهة، ومن خلال التطبيق الفعلي للرسوم والحقوق الجمركية المقررة على المواد المماثلة المستوردة لضمان قدرة المنتوج الوطني على المنافسة. كما أنها واصلت اعتماد التقنيات الجديدة في مسطرتها الإجرائية، حيث طورت مؤخرا عدة العديد من التطبيقات أفضت إلى التسيير الآلي للنزاعات الجمركية والإعفاءات ورقابة القيمة الجمركية والدين الضريبي وتسجيل البيانات الشحن عن بعد. هذا بالإضافة إلى تطبيقات لصالح قطاعات عمومية أخرى يتواصل تشغيلها على أكمل وجه. وكان لهذا التطور أثر بالغ في تحسين مناخ الأعمال في بلادنا وتسهيل وتسريع وترات التبادلات التجارية. من ناحية أخرى، ساهم هذا التطور وفي ظرف زمني قياسي في استكمال الإجراءات الفنية المصاحبة لتطبيق اتفاقية الشراكة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتمت ملائمة تعرفتنا الجمركية مع التعرفة الخارجية المشتركة لهذه المجموعة. وعلى الصعيد الجبائي، فإن المحاصيل الجمركية واصلت منهج التصاعدي خلال السنوات الأخيرة، إذ تضاعفت أكثر من 3 مرات خلال هذه الفترة، إلى أن وصلت في نهاية 2019 إلى 225 مليار أوقية قديمة، بزيادة قدرها 31 مليار على التوقعات لهذه السنة. أيها السادة والسيدات، هذه الجهود القيمة تندرج في إطار التجاوب مع توجهات السلطات العليا لجعل هذا المرفق العمومي يقوم بدوره الحيوي على أكمل وجه. وانطلاقا من ذلك التوجه وبناء على ما يتضمنه من دواعي الاستبشار بالمستقبل الواعد، فإن الجمارك الوطنية عاقدة العزم على مضاعفة الدور المنوط بها على أحسن وجه وتقريب الإدارة أكثر من المتعاملين. وفي نفس الإطار، تبنت الإدارة برنامج خدماتي الذي سيساهم دون شك في تقريب الخدمة العمومية من المواطنين وتسهيل وتطبيق الإجراءات الجمركية. أيها الضباط وضباط الصف ووكلاء الجمارك، ما كان لهذا كله أن يتحقق لولا حرصكم جميعا على العمل الجاد والتفاني وتحمل المسؤولية والاستعداد الدائم لخدمة بلدنا، وهي أمور مكنت من تحقيق هذه النتائج. وبهذه المناسبة أدعوكم للتشبث بها، مواصلة العمل بجد وإخلاص، والوقوف بحزم لتأدية مهامكم النبيلة. أشكركم وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.